احنا قاعد نحارب الفككه من التسعينات. الفككه يا اخي العزيز هو حزب كومونيستي ماركسي، حزب ماركسي ما يعترف لا بدين ولا بوطن ولا يعترف بشيء اسمه حتى كردستان. هو حزب من التسعينات يتواجد في اقليم كردستان، مو يعني مو من جديد، ونحن كالحزب الديمقراطي حاربنا الفككه من التسعينات لحد الان. هو تاثير وخطوره حزب العمال الكردستاني وضررهم جاي يصير على المناطق الكرديه بالاخص. زين نتحدث عن حكومه كردستان. خليني اخلص. اذا نحسب ضرر الحزب العمال الكردستاني، اولا بسبب حزب تواجد حزب العمال قطع المياه والتصحر والجفاف هي احد الذرائع اللي يقول يابا الملف المائي والملف النفطي والملف الامني على طاوله واحده. هم يقولون يابا خلصونا من الفككه حتى اني اعطيكم، ولو اني احنا نعرف هم ما يصدقون، نعرف هي حجه، ولكن انت كما قلت المحاوله شرف، يعني خلينا نحاول، خلينا نقطع الذرائع، خلينا نقول لهم يابا هاي الفككه احنا طردناهم، ولكن الاخ يقول الان من ضمن الحج الشعبي. يا اخي الحج الشعبي جاء بفتوى دينيه وإنهم عقيده دينيه، الفككه حزب ماركسي ما له اي عقيده، ما له اي وطن، شلون انت تخلي فككه في ضمن الحشد؟ هذا ما يصير، وهذا ما لا يقبل به عالميا.